السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية تبين ذهاب المهدي المنتظر إلى مكة وخوفه من التكذيب والسر الخفي في الرؤية، يعني هاي الرؤية في سر الخفي برقم 19. أحباب الله، الرؤية كالآتي: قال يا مفكر جزاك الله خير، هناك رؤية لشخص كان في سطح منزل يطلع على المحيط الأطلسي غرب أفريقيا، كان يرى شمسين وسطهما قمر، وهو يقول لأمه قبل الهبوط من السطح: ألم أقل لك أني لست مجنون. وعند نزوله في الدرج المطل على المحيط لم يستطع أن يقول الشخص مجهول جالس في الصخور اذهب معي في القارب، خوفا أن يقول ليس متلذذين، أي خاف أن يقول له اذهب معي واذهب معه والسبب له في رحلة صعبة. انتهت الرؤية قبل الصعود في القارب الخشبي، الرأي كان متجها إلى مكة ولكن انتهت الرؤية قبل الصعود في القارب. تاريخ الرؤية تقريبا قبل 20 يوم من هذا التعليق، نريد تفسير دقيق وشكرا. أسلمت رحمة بالله، رؤية تبين ذهاب المهدي المنتظر إلى مكة، لأنه كان ذاهب في الرؤية إلى مكة، فبتعرف استيقظ قبل ما يوصل إليها، إذن لم يتم الأمر، سيتم في المستقبل. مش شرط الرأي اللي شافها اللي روح، هاي بتدل على مين؟ على المهدي. ليش؟ لأنه قال لأمه ألم أقول لك أني لست بمجنون؟ أمته رايحة تفكر مجنون، ورايح خاف من التكذيب، لأنه كما تعرفوا لم يسرع أن يقول الشخص مجهول جالس في الصخور اذهب معي في القارب، خوفا أن يقول له ليس متلذذين، أي خاف أن يقول له اذهب معي واذهب معه وتسبب له في رحلة صعبة. إذن المهدي راح يكون وحيدا وبخاف من التكذيب، والناس بفكروا وأهله تقريبا حوالي بفكروا عنده علم يعني مجنون. بس السر فيها بكل الرؤية هاي بالقمرين والشمس. هسه هو بقول لك كان في سطح منزل، وبتعرفوا السطح يعني أعلى ما في المنزل، والإسلام بتعرفوا أركان الإسلام وسلامه أو سقف الإسلام اللي هو الجهاد في سبيل الله، بدل على واحد مجاهد ما أدري إسلام راح يكون مجاهد في سبيل الله، مع زائد إيش الجهاد في سبيل الله مش شرط القتال، الجهاد هو جهاد النفس، الجهاد الأعظم، كلمة حق عند السلطان الجائر، فبجاهد بغير صفاته بحاول يحسن نفسه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصلح الله. بس الرؤية سرها في الشمسين ووسطها قمر، إحنا كما تعلموا في سنة 1918 وبالهجرية 1439 بآخرها. الشمس الأولى بتدل على 2018، إحنا 29/7/2018، يعني بس روح الشمس الأولى بنفس الوقت القمر بروح، لأنه إحنا هسا في ذو القعدة، ظل ذو الحجة وبتنتهي السنة، بيجي محرم، بتعرف يا أحباب الله؟ إذا الشمس الأولى بتذهب والقمر بذهب، شو بضل عندك؟ الشمس الثانية. إمتى الشمس الثانية؟ السنة الشمسية القادمة 2019. الله أعلم راح يكون ظهور المهدي أو بدايته أو أحداث عظيمة راح يكون 2019. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا نستمعوا قول فتبعونا أحسن. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.